أوف أوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة يا شباب، عاوز تخطفني انت صح؟ حلقة النهاردة ان شاء الله شبابها تكون مهمة جدا بإذن الله، وازاي ندافع عن نفسنا لو لا قدر الله في حد خدرنا بمنديل. اللي عايز يخدرك طبعا دي حركة منتشرة جدا في جميع انحاء العالم، اوكي، ويمكن بنشوفها فيديوهات في حد مثلا بيخدر حد وبعدين بيخطفه في العربية او بيخطفه في اي مكان ما، لما بيكون عاوز يسرقه سواء مثلا ذهب بنت او بيكون عاوز يخطفه بقى عايز فدية او يتاجر في اعضائه. فطبعا احنا مش هينفع، طبعا مش هينفع نسيب اشرف يخدرني ويخدركم ويحصل الكلام ده كله. طيب اللي هيخدرك ده يعني هو مثلا وانت ماشي كده وكتم على انفاسك بالشكل ده الجامد اهو، اللي بيحصل بقى سيادتك، اللي بيحصل سيادتك ان انت بدل ما بتستنشق الاكسجين الطبيعي، اتفضل قوم، بدل ما انت بتستنشق الاكسجين الطبيعي فانت بتستنشق المواد المخدره. وهي بقى الماده المخدره، الماده المخدره دي هي عباره عن مركبات كيميائيه، والمركبات الكيميائيه دي بقى ممكن تكون زي ايه، زي الديزوفلوران او الايزوفلوران او الفلوريزين او اكسيد النيسترون، ممكن تلاقي اي ماده من المواد دي كلها. تمام، طيب اللي بيحصل ايه برده بشكل علمي عشان نكون فاهمين، بيبدا طبعا سيادتك الاكسجين يتمنع وبتستنشق الماده دي، ثم الماده دي بتدخل في الدم، ثم بيحصل عملية فقدان الوعي، مش بتموت لكن بيتم تخديرك وبتفقد وعيك وبتدرش بالدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه بقى اللي احنا هنعمله لو في حد خدرنا؟ اتفضل. او حد يا شباب انا ماشي، اجارية انا ماشي اهو وحد هيخدرني بالمنديل بالشكل ده، ها اول حاجة اديني ساعة كلام، اول حاجة تعملها اكتم نفسك، اكتم نفسك علشان ما تستنشقش المادة المخدرة. ها اتفضل، اه بصوا كاتم نفسي. ثانيا وانت كاتم نفسك بقوة نزل ايده، يلا دوس جامد جامد، نزل الايد جامد كده. ثالثا بكوعك اهو اضرب اضرب لف اضرب اضرب ضربات متتالية، ضربات متتالية، اوكي. هنشوف الحركة بشكل جانبي، اتفضل هنمشي بالجنب كده اهو، انا ماشي في امان الله وحد عاوز يخدرني يخطفني والكلام ده اهو. اكتم نفسك، نزل، اكتم نفسك، نزل الايد وهضرب ضربات طبعا متتاليه. بصوا هضرب بكوعي او ممكن وانت بتلف كده بالشكل ده بالبال، يعني البال مكفي ايدك او بالبانش، هضرب في الانف ضربات متتاليه وهضرب تحت الحزام وازقه وممكن اجري او ابلغ البوليس. طيب فلنفترض انه كاتم نفسك وخنقك، عامل لك حركه اختناق، تعالى بالجنب، هتكتم نفسي وايدي التانيه تخلق اهو، ماشي بالشكل ده نفس النظام وخلقني كده، هتصرف ازاي؟ هتصرف، مش عارف تفضل مايك قوي، اوكي؟ هتصرف ازاي؟ نفس النظام، اكتم نفسك ونزل الايد اهو، بعدين انزل بدقنك على طول كده عشان تقلل البريشر، وهتلف برجلك كده بص وراه كده اهو، وهتضرب تحت الحزام وتوقع تضغط او تكمل وتضرب ضربات متتاليه، وتضرب ضربات ايه؟ متتاليه، اوكي. اتفضل هناخد دلوقتي الموضوع بشكل واقعي شويه، لكن قبل ما ناخد الموضوع بشكل واقعي يا شباب لازم نعمل القاعده اللي قلنا عليها، نكتم النفس، بعد ما بنكتب النفس بننزل الايد، بعدين بنضرب في نقاط الضعف. وانت بتضرب في نقاط الضعف زي ما اتفقنا، وانت مثلا بتنزل الايد كده ممكن تضرب بكوعك في الضلوع او برجلك تحت الحزام تحت الخصيتين هنا، اوكي، تحت الحزام واضرب ضربات متتاليه. لكن اهم حاجه ان احنا ما نستنشقش الموضوع بشكل واقعي، اوكي. ارجع ورا كده يا استاذ، انا اهو ماشي وفي حد عاوز يخدرني ويخطفني بمنديل، اكتم نفسك ما تنساش ونزل الايد واضرب اضرب اضرب لف واضرب 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 ضربات ايه؟ متتاليه، اوكي؟ عاش يا برو. طب فلنفترض ان في حد عايز يخدرك ببخاخ، تعالوا نشوف الفيديو ده. شفت اللي حصل؟
عارفين ليه حصل كده؟ لان اولا المسافه بعيده، اوكي، وفي طبعا نسبه اكسجين، فمش من اول مره اول ما ياخد البخ كده هيموت، لكن تستاهل كل اللي جرى لها. اتمنى نكون استفدنا من الحلقه دي. السلام عليكم.